السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. مساء الخير على احلى اخواتنا متابعين في الدنيا من داخل مصر وخارج مصر. النهارده بقى انا بصراحه رحت السوق كده وقلت ان انا ايه اصور لكم، طبعا عشان انتوا بتحبوا يعني فيديوهات السوق. بس عايزه بقول لكم على حاجه، والله العظيم انا رحت السوق فكان يوم جميل. يعني الاول كده دخلت في السوق فالراجل في اول السوق كده ماسك كرنب بطيخه، وكان بطيخه يعني مقطعهم وحاططها ايه شرايح كده، يعني كل شرخه كده على صور كده عشان الناس يعني تشوف ان البطيخ ده احمر والبطيخ ده حلو. فكان قصاد الناحيه التانية واحد بيبيع البدنجان ده، فانا وقفت انقي البدنجان لقيت ست داخله السوق هي واختها او هي وسلفتها معرفش هي ومين، ومعها اولاد صغيرين. اول ما دخلوا من السوق كده يعني من الحته اللي احنا داخلين منها ديت، راحوا كلهم نازلين على البطيخ اللي الراجل عامله. اقسم بالله انا ما بكذب، نزلوا على البطيخ. فقعدنا بنقول لها يا بنت عيب، ده هو حاطه عشان الناس تشوف ان البطيخ ده حلو ولا وحش. قالت لي الاطفال احباب الله، الاطفال احباب الله، الاطفال يعني نفسهم فيها هنكسر نفسهم. اقسم بالله ما بكذب، انا غبت ساعه نضحك على المنظر بس العيال وهي هاجمه كده على البطيخ. الف هنا وشفا يعني. انا هنا بقى كل ما اروح عند حد ونقول له ان انا بيقول لي انت بتصوري، يستغرب يعني انت بتصوري تنزلين على النت مش عارف ايه. يا جماعه يعني انتوا خايفين من ايه يعني؟ انا هنا الاول بقى جبت الكرنبه كده فالراجل بيديني واحده لقيتها ناشفه كده بصراحه. والكرنبه لما تلاقيها كده لما تضربي عليها كده وتلاقيها مهويه كده تبقى حلوه، فيها ورق ياما وبتبقى جميله يعني عن اللي هي مكبوسه جامد دي. كل ما اروح عند واحد من اللي انا بنشتري من عنده يقول له انت هتصوريني، هو انت هتصوريني، هو انت هتصور، قال له انتوا خايفين من ايه؟ والراجل بتاع العنب بيقول له انت بتصوري العنب؟ فبعدين بنقول له هو العنب ده يعني عليه قضيه؟ والله عربان من حكم، هو انت خايف من ايه يعني؟ كل ما اروح لحد والله حسسوني ان الفكه دي كلها عليها قضيه ولا والله هربه من حكم مش عارف. حاجه غريبه والله. بصوا بقى هنا انا اقول لكم على الاسعار. انا جبت جزر وفلفل وبدنجان، جبت رمان لان الاولاد عايزين ياكلوا رمان، وجبت بطاطس ما لقيتش خيار، جبت القته ديت، وجبت بدنجان طاولة بدنجان كبه. تعالوا اقول لكم الاسعار. بصوا الكرومبة ديت انا جبتها بعشر جنيه بالعافيه. جبت هنا دي ويك، انا ما جبتش باميه، ويك الويكه دي جبتها ب10 جنيه، وجبت هنا عنب ب10 جنيه، وهنا المانجا ب10 جنيه، والطماطم ب5، والفلفل الكيلو ربع ب5، والمانجا ديت المانجا يا جماعه ب10 جنيه، الثانيه كانت جوافي انا نسيت بقى الجوافي ب12 جنيه الكيلو، لكن المانجا ب10 جنيه. معلش انا اتلخبطت. رمان وهنا الرمان ب5 جنيه الكيلو، والجزر ب5، لا الجزر كيلو ونص ب5، والبطاطس الكيلو ونص ب10، والقته ديت الكيلو ربع ب10، الكيلو ربع ب10، والبدنجان ده الكيلو ونص ب5. شوفوا بقى لو الفيديو بقى عجبكم والسوق كده عجبكم ما تنسونيش في اللايك والكومنت بقى الحلو اللي زيكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لايك والكومنت الحلو اللي زيكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.